كان عايز يبين للناس ان هو كول قبل الماتش، ان انا راجل مفيش في دماغي وبتاع. انت في الاخر بتريبريزنت النادي بتاعك، قعدتك على الهوت سيت ده، انت راجل قاعد على المدير الفني كان انت، او انت كمدير كره، انت كل الناس اللي وراك دي كلها شغاله في النادي زي ما الشباب كلهم شغالين كده في الاخر، عشان انت في الاخر انت اللي بتقدمهم، صح ولا لا؟ المدير الفني بتاع اي فريق ومدير الكره هو كده برضو بالظبط، لازم تبقى يبقى ليك الايمج بتاعك. بس هم جايبين كابتن رضا وهم عارفين ان هو كاركتر معين، ماشي، وهو وهو ده الماسك بتاع هنا في رايي يعني، انا في حاجات وهو ده اللي مخلي في الاخر انت مدير فني ماتشين مثلا عليها سبوت اعلامي كبير، لان اللي ماسكه هو كابتن رضا بتكوينه ده. الناس في فرق ما بين تعمل كده وبين انت تبقى نمره. معلش معلش بس لحظه، انا عايزك ماشي، انت شايف ده ايمج او مش ايمج؟ ماشي، لا مش بتكلم على ايمج، انا بتكلم على فكره هو ده الكاركتر اللي هم جايبين. هو مش كان حاجه لا وبقى حاجه لما هو ده كاركتر. لا مختلف معاك. لا لا لا، انت بتتكلم عن ايه؟ طنطا ده نادي كبير، بتكلم على فريق زغريبي. انا بتكلم على فكره النادي، انا بتكلم ان النادي طنطا غلط غلط. جايب مثلا ميدو، هو عارف ميدو ده لا شخصيته لا مش جايب ميدو مثلا شخصيته، حتى لو انت شخصيتك بره انت لا لازم جايب ميدو. لا لا مش جايب ميدو، لازم حتى لو شخصيتك لا يعني انت في هو جايبه عشان كده، يعني جايبه واحد يعمل كده، لا يعمل حاله في يعني هو كده حاله بالشكل ده يعني حاله مش عجوز يعني، راجل بيعمل عادي يعني، مش عامل حاجه اوف قوي، بس هو جايب واحد الناس كلها هتتكلم عليه، اي حاجه هيعملها الناس هتقول لك بص رضا بيعمل ايه. هو 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 جايبينه، هو هو الكاركتر ده كابتن رضا يعني، مش بتصنع، هو موجود كده. انت بقى جايبه عجبك كده هاته، مش عاجبك ما تجيبوش من الاول. انت رايح تلعب كابتن رضا، رايح يدرب في الدوري الممتاز عشان في اهلي وزمالك هيلعبوا، عشان عايز يقدم نفسه في الدوري الممتاز. صح، لو انت مش عايز تقدم هو نفسك على فكرة وعايز، هو ماضي سنه ونص في طنطا يعني، هو معايا تحت. لو انت مش عايز تقدم نفسك وعايز انت تعمل اللي انت بتعمله، وهو برضو يعني هو ناجح في حته معينه، خليك فيها. لكن انت لو اخذت قرار ان انت تروح الدوري الممتاز وتلعب باسم النادي، انا هنا متفق مع مين دلوقتي؟ على فكره ممكن سؤال تاني، ممكن هو على فكره السنه الجايه ليه ما بيعملش كده؟ لما يبقى مثلا بقى له فتره بيشتغل هو لازم فني هو في ممتاز من اول يوم، لازم من اول يوم ما يعملش كده. انا عارف عايز اقول لك ليه، لان انا قريت له امبارح حاجه وعجبتني جدا، لان انا دايما بقول الموضوع ده، اللي ايده في الميه مش زي ايده في النار. عشان واحد كان مسؤول وكان لعيب كوره وكان بتشوف حاجات الناس تقعد تنتقدك وتقعد تتكلم عليك، بس انت من جوه بتبقى شايف حاجات ما ينفعش هي تعمل غير كده، بس انت الناس اللي بره مش شايفه بتقعد تنتقد. امبارح قال لك ايه بعد ما خلص الماتش؟ قال لك يا جماعه انا مش هنتقد تاني بشكل لازع، لان فعلا ايده في الميه مش زي ايده في النار. هي دي احسن، لان انت لا هو الناس كلها هو اصطدم، عارف بيه؟ ما هي يا جماعه هو اصطدم، هو اصطدم دلوقتي ممكن اتكلم عن الناس كلها، لا هو فكره واللعيبه دي ممكن انتقدها في الاستاد، انت شفتها انتقد وادوس جامد، بس انا كنت لعيب كوره، كنت انا بغلط، ما بحبش حد يدوس عليا عشان انا انت شفتها وانا شفتها. هو امبارح رضا عبد العال اصطدم بكواليتي اللعيبه، ايوه اصطدم بالواقع. هو النهارده وانت قاعد في الاستوديو سهل الكلام، لا كان لازم ان هو المدرب في الاخر ان هو يامن بشكل معين وبتاع. الراجل اللي ضيف النار زي ما عايز بيقول لك، ان احنا كنا شغالين بتشتغل ويكند ويكند، بتشتغل كل يوم، انت عارف ان الراجل ده خلاص هو ده اخره.